طيب يا جماعة، فاضل لنا كده يوم هانت. زي ما بنبدأ كل فيديو بنبدأه بحاجة واحدة، حاجة دايما بنعملها، وجبة الفطار معلبة. بيض مع شوية رز عليهم شوية كاتشب. دي هتكون أول وجبة، وزي ما انتوا شايفين ابتدت الوجبات يكون فيها كربوهيدرات اكتر، وبنركز على الرز عشان سريع الامتصاص في الجسم، بيتهضم بسرعة، ما فيهوش فايبر، بننجز يعني. وده الهدف، الهدف ان احنا ندخل الجلايكوجين بسرعة في العضلة، مش ان احنا نقعد نستطعم وناكل والكلام ده كله. الاكلات ممكن تتغير على حسب الوقت، على حسب الشكل بتاع الجسم، بس مبدئيا النهاردة عندنا 400 جرام كربوهيدرات هيجوا من رز فقط، ده الهدف يعني. ف هخلص الوجبة دي واشوفكوا واحنا بناكل الوجبة التانية، ونتكلم شوية على اليوم بتاعنا هيكون عامل ازاي. نفسي انام دلوقتي. بنجهز الوجبة مش عارف رقم كام. وسط الوجبات دي انا خدت طبعا رز، لان لازم اخلص الرز. شايفين دلوقتي فاضل قد ايه، كل ده لازم يخلص، رز كتير. فبحاول ان انا اقسم الوجبات على قد ما اقدر. دي الوجبه بتاعتنا دلوقتي، سمك ابيض مع رز. هنخلصها وبعد كده هنروح عشان نعمل تشيك ان وهنشوف سوا، وبعد كده اعمل تاني. معايا تليفون. الو. في الطريق دلوقتي هنروح الاوتيل عشان نعمل تشيك ان. ويعني برضو لحسن حظي المكان مش بعيد قوي، فقريب من البيت، فاقدر اروح واجي في اي وقت، ما عنديش اي مشاكل بإذن الله. هنروح نعمل تشيك ان مع الاثليتس، ناخد الرقم بتاعنا ونسجل دخول يعني معنى الكلام، وبعديها هيبقى عندنا التانينج. وبعد التانينج نرجع، عاوزين نعمل نتدرب اكتر على البوزنج، نتمكن منه اكتر، ولو ان احنا متمكنين الحمد لله، بس لازم كمان شوية تشطيبات يعني. وجبت معايا طش الرز، لان الصراحة النهاردة مش باكل بروتين او دهون يعني، قليل جدا، مش الاولويات بتاعتي. الاولويات عاوزين نملى العضلة جلايكوجين، فهنفضل نديها رز. وبالليل بقى بعد الساعة 6 هبدأ اقيم الفيزيك بتاعي، والمية طبعا هنبطلها بعد الساعة 6، اللي هو الشرب الكتير. دلوقتي هنشرب لترين لغاية الساعة 6، وبعد كده نشرب بس ايه للعطش يعني، ما يبقى واحد عطشان. وانا خلصان. طب يا جماعة، خلصنا التشيك ان، الرقم بتاعنا 35، دلوقتي هنعمل التان بتاعنا. اوكي، خلصنا التاني التانينج. الاعداد مش كبيرة قوي بالنسبة للكومبيتيتورز، بس في ناس ضخمة. ده مش مهم بالنسبة لنا، المهم كان المشوار اللي احنا عملناه ده، وان احنا نوصل ونحسن من جسمنا. وفوق كل ده طبيعي، وفوق كل ده رايحين لمسابقة عارفين ان فيها ناس مش طبيعيين، عشان نحاول ننافس ونشوف احنا نقدر نعمل ايه. بس هرجع دلوقتي، طبعا كملت، خدت شوية رز ومية، فاضل لي نص لتر. وبعدها اللي هي الساعة 6 بقى هعرف النظام هيكون عامل ازاي.
بالنسبة لي كده النهاردة ما فيش اي اكتيفيتيز تانية، خلاص نرتاح. لو في اي طلبات لبكرة نجيبها ويبقى اليوم انتهى على كده. احتمال اروح اخد شوية صور استغل الوضع، لو لا الموضوع ما حصلش يبقى ده كده اليوم قبل البطولة بيبقى يوم عبارة عن بتجهز الحاجة بتاعتك، بتروح تشوف الاثليتس، تشيكن تان. بكرة الصبح هيكون في تان تاني، بس هنعمل حلقة تانية لبكرة اللي هو يوم البطولة بيبقى عامل ازاي. وبس شكرا لكم، اتمنى ان الفيديو ده يعجبكم، اتمنى ان سلسلة الفيديوهات دي تعجبكم، وهشوفكم ان شاء الله بكرة عشان نشوف هنعمل ايه.